بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى فقرة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغي كومبخوندر كالعادة. طبعا انتهينا مع هاد الصوتين، صوت إيون، فدي فقرة إن شاء الله سنرى صوتين آخرين يعني قريبين من هاد الصوتين اللذين رأينا. إذن سنرى هنا الصوت اي ثم الصوت اي صوت اي ثم الصوت اي. إذن كما تلاحظوا بأن الصوت اي أنه يكتب بطريقتين اي ال اي دوزيل أ، ثم عندنا الصوت اي يكتب ب أ إي إل ثم أ إي دوزيل أ. عندنا بعض الكلمات مثلا لو ترافاي، لو ترافاي يكتب أ إي إل، مثلا كلمة لا كورباي، لا كورباي تكتب أ إي دوزيل أ لا كورباي. ثم عندنا مثلا كلمة لا باتاي، لا باتاي، لا باتاي كما تلاحظوا تكتب اي دوزيل او. ثم عندنا مثلا كلمه لو ريفاي، لو ريفاي، لو ريفاي يكتب ب اي ال. اذا كما تلاحظوا اونيفو دي نو على مستوى الاسماء ان هذه الكتابه بهذا الشكل تكون في الكلمات المذكره، تكون في الكلمات المذكره. لو ريفاي مثلا، لو ريفاي كما تنشوفو لو ديتيرمينو، لو ديتيرمينو ماسكولين هو مذكر. كلمة لا باطاي كما تنشوفو أن هاد لو ديتيرمينو فيمينا، لو ديتيرمينو فيمينا. إذا طبعا ستكون عندنا أ إي دوزيل أ. إذا الصوت الأول في المذكر نكتب أ إي إل، في المؤنث أ إي دوزيل أ. ثم الصوت الثاني أي، طبعا في المذكر نكتب أو إي إل، اي ال في المؤنث، وفي المؤنث يكون عندنا اي دوزيل او. طبعا بالاضافه للافعال، الافعال حاله اخرى. اذا مثلا كما عندنا هنا او ترافاي، او ترافاي الى العمل. طبعا لو ترافاي كلمه مذكره، اذا ستكون عندنا اي ال. اذا عندنا هنا او ترافاي الى العمل، الى العمل او ترافاي. ثم عندنا لو سولاي، لو سولاي بغي، لو سولاي بغي إذن الشمس تلمع. طبعا ذكرنا فيما سبق لو فيرب، لو فيرب بغي، ذكرنا فيما سبق لو فيرب بغي. طبعا كما رأينا بغي، لو فيرب بغي يعني لو فيرب بغي فعل لمع. لو سولاي بغي الشمس تلمع. طبعا كلمة لو سولاي كلمة مذكرة، إذا تكتب ب أ إي إل. لا جنفي البنت الشابة أو البنت الصغيرة في معنى آخر، لا جنفي سي ميغاي، لا جنفي سي ميغاي، سي ميغاي. إذا البنت الشابة هي ميغاي، إنها ميغاي. إل ترافاي دون لا فين، إل ترافاي دون لافين، إذا هي تعمل في هاد الدليغ، تعمل في الكروم. طبعا هنا عندنا تعمل في الكرمة. طبعا لافين هي شجرة العنب، ولكن ممكن نطلق هاد الاسم على كل الكروم، على حقل الكروم. إذا أو ترافاي لو سولاي بغي لا جون في سميغاي، إل ترافاي دون لافين، إل ترافاي دون لافين. لوم أون بلو، فوالا، أون بارل إيسي دو لوم أون بلو. إذا نتكلم عن الرجل بالأزرق، سولوي أبيي دون شوميز بلو، إذا الذي يلبس قميصا أزرق، لوم أون بلو، سي لونكل، إنه العم أو إنه الخال. طبعا كلمة لونكل ممكن تعني العم أو الخال كما قلنا، سي لونكل، مثلا نأخذ هذا المعنى، إنه العم. إيل ترافاي بيان،
il travaille bien. طبعا عندنا هنا هنا يسي لو فيرب تخافايي. il travaille هو يعمل bien جيدا. il travaille bien. il a rempli sa corbeille. 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 il a rempli. il a rempli sa corbeille. هو ملأ. طبعا عندنا هنا لو فيرب remplir c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. اذا هو فعل يصرف مع l'auxiliaire avoir مع المساعد avoir. il a rempli اذا هو ملأ sa corbeille سلته. il a rempli sa corbeille اذا هو ملأ سلته. اذا هو ملأ سلته طبعا بالعنب. il a rempli sa corbeille de raisin. l'homme en bleu. l'homme en bleu c'est l'oncle. il travaille bien. il a rempli sa corbeille. il a rempli sa corbeille. ثم عندنا غاي 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 طاي باي غاي باي ساي ساي غاي 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 طاي باي غاي باي ساي غاي. nous passons ce paragraphe et nous prenons les mots qui comprennent aïe. par exemple le travail العمل دولاي من التوم توم. هنا لونيون الاي البصل والتوم دولاي. لوبيطاي نتكلم على الماشيه لوبيطاي. ثم عندنا لي غاي دو تران. regardez ici sur l'image ce sont les rails du train. اذا نتكلم عن قضبان القطار. اذا نتكلم عن السكه الحديديه هنا السكه الحديديه لي غاي دو تران. ensuite nous prenons des mots avec ai le même son mais cette fois-ci qui s'écrit avec ai deux l e. par exemple la paille. la paille يعني التبن. التبن قشه نبات نسمى la paille او نتكلم عن التبن. La paille. Je travaille. Je travaille. أنا أعمل. La bataille. La bataille. إذا نتكلم عن المعركة. المعركة تسمى la bataille. ثم je taille. Je taille. طبعا je taille أنا أقطع. هنا نتكلم عن le verbe tailler. ومنها le tailleur. كما نقول القطاع. le tailleur. إذا المقصود بها الخياط. لو طيور الخياط. ensuite nous prenons les mots avec اي qui s'écrit avec e i l. le soleil. le soleil الشمس. قمر يسمى la lune. la lune كلمه مؤنثه. le soleil الشمس كلمه مذكره. le soleil. le réveil. le réveil طبعا لو ريفي المقصود به الاستيقاظ. وممكن اننا نطلق هذا الاسم على برمجة الساعة لتوقظ الشخص مثلا صباحا. اذا نسميه لو ريفي. ممكن اننا نطلق هذا الاسم على المنبه. لو ريفي المنبه الذي سيوقظ الشخص صباحا مثلا. اذا لو ريفي جي سوماي. طبعا كلمة سوماي ممكن أننا نتكلم أيضا عن لو فيرب سوماي يعني أنك تنام نومة خفيفة. طبعا هنا عندنا جي سوماي ولكن لو فيرب سوماي تتكتب دوزيل أو إر أو إي دوزيل أو إر أو إر على فا. إذا أردنا أن نجد لو باسي كومبوزي الخاص بفعل سوماي سنقول جي سوماي. جي سوماي يعني أنا نمت. طبعا سيكون عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل هو سوماي يعني يكتب ب دوزيل أو أكسون إيغي بطريقة الحصول على لو بارتيسيباسي الخاص بالأفعال المنتهية بأو إغ. طبعا الأفعال المنتهية بأو إغ إذا طبعا دائما أننا نحذف أو إغ ونضع أو أكسون إيغي. إذا سنكتب هنا جي
سوماي يعني أنا نمت، ولكن طبعا الذي عندنا هنا جي سوماي، طبعا نتكلم عن لو سوماي. لو سوماي النوم، لو سوماي النوم. إذن جي سوماي أنا عندي نوم، أنا عندي نوم. إذن نتكلم هنا عن الاسم ولا نتكلم عن الفعل. إذن طبعا عندما يكون عندنا اسم بعد لو فيرب افوار، إذن طبعا هذا لو فيرب افوار تفيد الملكية. أنا عندي كأنني أملك، أنا عندي نوم، ولكن المقصود بها أنني أريد النوم، ليست فيها ملكية الحقيقة، ولكن هي تأتي في القول كأنها ملكية. إذن جي سوماي، جي سوماي أنا عندي نوم. أن كونساي، أن كونساي نصيحة، أن كونساي نصيحة. إون فوا نديمو أفيك أي كي سيكخي أفيك أو إي دوزيل أو بايزومبل ميغاي، ميغاي إذا نتكلم عن طفلة ميغاي مثلا. إن أباي، إن أباي النحلة، إن أباي، إن أباي، إن أباي. ثم إن أوغاي، إن أوغاي، إن أوغاي. إل سوغيفاي نتكلم هنا على لو فيرب سوغيفاي، هنا يصير لو فيرب سوغيفاي يعني استيقظ. أما لو فيرب غيفاي يعني أنك توقيت شخص آخر. إذن هنا كما نقول بأن الشخص يوقد نفسه كما شرحنا، عنده هاد السوه، الشخص يوقد نفسه. الفعل اللي تيكون مسبوق بهاد السوه مثلا لو فيرب غيفاي أيقظ نفسه، هذا فعل هكذا. مثلا سو باتخ صارع نفسه. إذا نتكلم عن أشخاص يتصارعون يعني كأنهم يصارعون نفسهم، هم يصارعون نفسهم، هذا الصراع هو متبادل بينهم. إذا طبعا نضيف هذا السوه للفعل لنفيد هذا المعنى. إيل سو غيفاي هو يستيقظ. إذا كما قلنا لو ترافاي دولاي لو بيطاي لي غاي دو تران لا باي جو ترافاي لا باتاي جو طاي جو طاي. لو سولاي لو غيفاي جي سوماي ان كونساي ميغاي اون اباي اون اوغاي اون اوغاي ايل سو غيفاي ايل سو غيفاي. إذن حتى لا نطيل نستأنف الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.